الناس ما أمات. ايه منظرك جميل أوي في البدلة الجديدة يا بندق. متشتر يا ميكي، انا متفاهم مع كل الحيوانات الا الاسد الجديد ده، لان يبقى وصل وهو بيرفض ياكل اي حاجة. خد يا عزيزي فخده مشوية لذيذة جدا. ابدا مش عايز ياكل جيلاتي شوكولاتة ممتاز. مسكين صابان علي، لو كنت بس اعرف انت عايز ايه. تعرف اللي يشوفه دلوقتي ما يقولش عليه ابدا انه ملك الغابة. ملك الغابة؟ فكرة ما جاتش على بالي. وفي معاد الغداء؟ اتفضل يا مولاي.